كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. احنا رايحين للصالون. عندك صور صلاح؟ عندي صور. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شكرا. هاي حاجه لوكس دانني دعجازي. ما عندك صوره مع صلاح؟ لسه. ده طارق حامد. ده صلاح وهو بيحلق. يحلق هنا. لا انا كنت عنده في الصالون. البيت المعسكر. دي كلها صور صلاح. السلام عليكم. ده احمد علي. ده طارق حامد. ده احمد محمدي كابتن الفريق. انت مصور معاهم كلهم؟ كله. انا اصل الفرقه كلها الحمد لله. الصور دي امتى؟ صور يوم الاربعاء قبل الماتش بتاعنا بيوم. علي غزال. علي غزال. لو تحكي لنا على طبيعة صلاح وانت وردة. خليني في اللايف. وانت انا مو في اللايف. خلينا. بني ادم متواضع جدا. بني ادم بسيط جدا. بني ادم بيحب مصر جدا 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 يعني. وقمة الادب وقمة الترحاب اللي ممكن حضرتك تشوفه من اي بني ادم يعني. ففعلا بني ادم جميل ويستاهل كل خير بصراحه. كريم جدا 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 ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله. انا نسمع عليه اللي حتى اللي يسكن فيها معاونهم جدا جدا. انا كان معايا الاسيستنت بتاعي المساعد، فهو اول ما دخل فبيسلم عليا، فالمساعد اتاخد كده خاف يعني. فقال له تعالى سلم عليا، وهو اللي جابه. لا بني ادم جميل يعني، ربنا يبارك له يا رب. ان شاء الله النهارده تونس هتكسب، ونتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله النهائي مصري تونسي. ان شاء الله هنشجع تونس. ان شاء الله هنشجع تونس. ان شاء الله هنشجع تونس.